شيرين التي تكشف نفسها وتكشف عن خطوبتها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت الجميلة شيرين بيوتي مؤخرا بالتفاعل مع بوست أخ أسامة مروى يمان على الإنستغرام، حيث قام يمان بنشر بوست جديد كانوا عم يحتفلوا، وكان يمان أخ أسامة مروى لابس بدلة، وشيرين بيوتي كانت من أوائل المشاهير اللي تفاعلوا مع يمان وحطت له لايك، والجمهور بعد لايك شيرين بيوتي اتأكد من ارتباط أسامة وشيرين، حيث تدور عليهم حاليا العديد من الإشاعات حول ارتباطهم. نمر إلى اليوتيوبر غيث مروان اللي تفاعل بستوري كان عم يجاوب على أسئلة الجمهور اللي سألوه هل أسامة راح يسافر معهم، ورد غيث مروان إنه السفرة راح تكون فقط مع أحمد النشيط، فهل سبب عدم سفر أسامة مروان مع الشلة إنه هو عم يجهز لخطبته؟ شو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ نمر إلى الجميلة لنا محمد اللي تفاعلت امبارح ببوست جديد على صفحتها بالإنستغرام، واعتمدت لنا محمد إطلالة باللون الأسود. شو رأيكم بإطلالة لنا محمد الجديدة؟